بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في سلسله عمل يسيرا واجر كثيرا مع الدرس الثامن، فبعد ان انتهينا بالصلوات والجمعه نذهب ان شاء الله الى عمل يسير في مجال الصدقه باذن الله تبارك وتعالى. الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال إبراهيم الخليل لرب العالمين: علمت أن كفة الميزان يوم القيامة عرضها السماوات والأرض، فكيف يمكن أن أملأها بالحسنات وأنا لا أعيش إلا قليلا؟ فأوحى الله إلى خليله أن يا خليلي أنا أتكفل ملئها لعبدي يتصدق بشق تمرة يريد بها وجهي. الله، شق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق فيه البشر. سبحان الله. على أي حال، لا أطيل في الصدقة لكي أقول لك إن شاء الله تعالى هذا العمل يسير. يا كذا، أتحب أن يبارك الله في عمرك؟ أتحب أن يزاد في رزقك؟ أتحب أن يقيك الله المصائب؟ أتحب أن يقيك الله ميتة السوء؟ أتحب أن يطفئ الله حر القبور؟ أتحب أن تظل في ظل عرش الله يوم القيامة؟ تقول لي نعم. أقول لك الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ حر القبور، تنجيك ميتة السوء، ترفع عنك البلايا والمصائب، يبارك الله في رزقك ويخلف لك أفضل من ذلك، يبارك لك في عمرك، ويوم القيامة تستظل في عرشه. صدق. نعم، صدق. قليلة ولا كثيرة؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: سبق الدرهم الألف أو مئة. قالوا كيف؟ قال: لأن الرجل له درهمان فيتصدق بالدرهم، أي تصدق بشطر ماله، والآخر له مليارات ويتصدق بالألف ومئة ألف. ما هي نسبة المئة ألف في المليارات؟ لا شيء. فالله لا ينظر إلى الأمور كما ننظر إليها نحن، إن القضية قضية صدق مع الله تعالى وجود وكرم بما تجد، وهذا الذي يسمى جهد المقل، جهد المقل، ولو كان مقلا لكن يبذل جهدا في أن يدفع لله تعالى بالقليل الذي عنده. وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.